وسط كل الجماهير ديت اللي انت سامع صوتها دلوقتي. هتروح هناك هتلعب ضد 50,000 واحد من الجماهير المرعبة دي وانت تحت رحمة هدف واحد. شوف انا لعبت في افريقيا كان ضغط كبير هنا وين حسيت باللي صح الاثر تاعهم يوقفوا معاهم. انا ما قلتش عليك انا في بريمي ميطو لعبت فيهم وين خرجت بريمي ميطو انا ما قلت لا فتيره ما نسمعش. خفت مره من جمهور فريق منافس ما نعرفش انا في الشامبيونز ليج ما نعرفش ممكن مباراه الوداد الذهاب غادي الوداد في الوداد وصفنا المشهد وصفنا شنو حسيت وقت نحن لعبنا راهو في القاره 90,000 ولعبت في الوداد في محمد الخامس 80,000 الحقيقه جمهور مخوف الحقيقه جمهور المغرب يخوف مخيف.